في البدايه بحب اشكر كل الناس اللي دعمتني بالتعليقات الجميله جدا اللي انا شفتها على الفيديو اللي فات، وبحب اشكر برضو كل الناس اللي شاركت في القناه، وبحب اقول لك برضو لو مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه حالا لكسر كل جديد، وباذن الله اكون عند حسن ظنكم في الفيديوهات الجايه باذن الله. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. فيديو النهارده مختلف عن الفيديو اللي فات، لان الفيديو اللي فات كنا بنتكلم فيه عن قاتل متسلسل، انما الفيديو بتاع النهارده هي مجرد جريمه، ولكن البشع في الجريمه هو سبب القتل، وهو ان سبب القتل في الجريمه دي كان الكذب. ايوه كده، يلا بينا نشوف القصه. قصه النهارده بتدور حول فتاه تدعى جينيفر باد. جينيفر باد هنا كانت فتاه في الثانويه، بدات جريمتها من بعد الثانويه العامه لحد بعد الكليه بكتير. قصه جينيفر هنا ان جينيفر ما قدرتش تنجح في اخر سنه في الثانويه زي بقيه اصحابها، فالمشكله الكبيره كانت عندها انها المشكلة الكبيرة كانت عندها ان هي ازاي هتروح تبلغ ابوها وامها بانها سقطت، لان هي عارفة ان ابوها وامها كان اسلوبهم صارم جدا 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 معاها، فخوفة من ابوها وامها فقررت انها ما تقولهمش وقررت انها تكذب عليهم، ومن هنا بدأت الجريمة. اللي حصل انها اقنعت ابوها وامها ان هي اجتازت الثانوية وضحكت بجامعة تورنيدو الكندية زي ما كان ابوها عاوز بالظبط. ابوها وامها كانوا مجرد مواطنين فيتناميين قعدوا يشتغلوا بجد وكد طول عمرهم علشان يوفروا لاولادهم العيشة اللي هم اتحرموا منها وهم صغيرين من التعليم والعيشه الكريمه والوظيفه المحترمه. مش هقول لكم والله بجد، بس يلا ربنا يرحمكم. فعشان كده كانوا صارمين جدا 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 مع جينيفر، بس طبعا كل ده خوفا على انها ما تخرجش من الطريق اللي هم راسمينه ليها. كانوا بيمنعوها من حاجات كتيره جدا عاديه للبنات، ولكن للبنات الكنديين كانوا بيمنعوها من الحاجات مثلا زي انها مثلا تتكلم مع صبيان وتتعرف عليهم، او تخرج مع اصحابها في حفلات وخروجات والكلام ده كله. فكانت حياه جينيفر كلها عباره عن انها من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت، ولكن ده كان في نظر امها وابوها. جينيفر طبعا كان عندها وسائلها واساليبها الخاصه علشان تخرج من كل ده وتعمل اللي هي عاوزاه، وكان اسلوبها هو الكذب. جينيفر خرجت من كل ده لدرجه انها دخلت في علاقه مع شاب يدعى دانيال، وكذبت على اهلها واقنعتهم انها اتخرجت من الثانويه والتحقت بجامعه تورنيدو الكنديه ودخلت كليه الصيدله، واستمر كذبها السن لدرجه انها اقنعتهم انها اتخرجت من الكليه والتحقت بوظيفه محترمه كمتطوعه في مستشفى للاطفال. كل اللي فات ده بقى يعتبر دلع بالنسبه للي جاي. في يوم من الايام امها بدات تحس بالشك بسبب بدات تلاحظ عليها انها لا معاها هدوم رسميه للوظيفه بتاعتها ولا كارنيه، بدات تحس بالشك باللي بيحصل. ففي يوم من الايام قررت انها تراقبها علشان تعرف او تاكد الشك اللي في دماغها، وفعلا اكتشفت ان هي بتضحك عليهم. وفي مواجهه كبيره ليها جينيفر اعترفت ان هي فبركت قصه الوظيفه بس، فعقبها بالحرمان من اللابتوب بتاعها والموبايل، وبالتالي كده فقدت تواصلها مع حبيبها وونغ. شويه شويه قدرت جينيفر انها تتخلص من العقاب ده وترجع تاني لحبيبها اللي اسمه دانيال. وصار كده ان جينيفر وصلت لدرجه انها زهقت من دوامه الكذب اللي هي عايشه فيها، وزهقت من اساليب ابوها وامها، وزهقت من الحياه دي كلها، فقررت انها تصلح كل اللي حصل ده بخطا اكبر، وهو انها تقتل ابوها وامها. فبدات تخطط هي وصاحبها وانج على طريقه بنت جنيه علشان يقدروا يتخلصوا من ابوها وامها من غير ما يبان انها سبب من الاسباب. بعد بحث كبير عملته هي وصديقها دانيال، اجرت قاتل ودفعت له 2000 دولار عشان يتخلص من ابوها وامها، لكن للاسف العمليه فشلت. فاجرت قاتل تاني ودفعت له 10000 دولار علشان تتخلص من ابوها وامها، ولكن للاسف العمليه فشلت تاني. بس واضح ان جينيفر كانت مصممه جدا 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 على انها تقتل ابوها وامها، فما يئستش يا جماعه واللي بيتعب بيلاقي. واخيرا لقت 3 قتلة دفعت لهم مبلغ كبير جدا من المال، وفعلا تموا بالعمليه، واتفقوا معاهم على خطه القتل كلها، وبحيث جينيفر تكون موجوده معاهم ضحايا زي ما قلت لكم قبل كده، وتكون الجريمة حصلت كأنها عملية سرقة. وبالفعل يا جماعه اتفقوا على الخطه، وفي يوم العمليه تركت جينيفر باب البيت الخلفي مفتوح. بالفعل دخلوا 3 مجرمين المنزل من الباب الخلفي اللي جينيفر سابته مفتوح، خرجت الاب والام من اوضهم، وكذلك خرجوا جينيفر من اوضتها علشان يبان معاهم جينيفر معاهم ضحيه. اجبروا الاب والام على انهم يجمعوا كل الفلوس اللي في البيت، بعد كده اجبروهم على النزول تحت في القبو، وهناك تمت عمليه القتل. نزلوا القبو يا جماعه، ضربوا عليهم رصاص كتير وطلعوا يجروا، وحصلت الصدمه في المستشفى. ماتت الام، ولكن الاب تعرض لاصابات خطيره جدا ولكن نجا من الموت. وهنا تأتي الصدمة لجينيفر، لأن أبوها مفاق ذكر في التحقيقات إن المجرمين كانوا بيتعاملوا مع جينيفر بلطف جدا، وده كان مسبب غرابة للأب، ومن هنا بدأ الشك في جينيفر.
اصبح الشك كله على جينيفر. فبعد التحقيقات الكتيره والضغط الكتير اللي كان على جينيفر، اعترفت جينيفر بالقصه كامله واعترفت على زمايلها، ولكن زمايلها هربوا. تم الحكم على جينيفر بالسجن مدى الحياه. كل اللي حصل ده بسبب انها ما قدرتش تواجه ابوها وامها وتقول لهم انها صادت في الثانويه العامه. كان ايه هيكره بس كده. ودي كانت قصه النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. باذن الله تزورونا في قصص جميله جدا للفتره اللي جايه دي. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتدعموني باللايك والشير، وتبقوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، لان الكومنتات دي بتهمني جدا يا جماعه. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.